السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. واحد يقول شفت في المنام خالتي يوم توفت الله يرحمها ويجعلها في الجنة، يقول كأنها تقول في المنام أنا توضعت الآن وتطهرت، مع العلم أنها توفت وجلست في المستشفى 4 أيام مريضة ثم ماتت. قلت سبحان الله العظيم، هذه الرؤية تدل على تطهير لها إن شاء الله بفضل الله ورحمة من السيئات ومن الخطايا برحمة الله، نحسب الله حسيبه ويزكيها على الله، لأن الوضوء يطهر من الخطايا. يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ ابن آدم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذا الوضوء. قس عليه ما يطهر، كذلك المرض يطهر، يقال للمريض طهور. وكذلك في الحديث أن الحمى يعني تنفي السيئات كما ينفي الحديد النار خبث الحديد. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله بها من الخطايا. فهنا تكفير وهنا تكفير، الوضوء تكفير والمرض تكفير.